جاء في ابن كثير. أول سورة الإسراء. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حديث سلمة بن شيبة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمرو الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكزني بين كتفي فقمت إلى الشجرة فيها ككوي الطير فقعد في أحدهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعت أي تلك الشجرة ارتفعت إلى الهواء حتى سدت الخافقين وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن ألمس السماء للمست فالتفت إلي جبريل كأنه حلس لط فعرفت فضله فضل علمه بالله علي ثم قال ولا نعلم الراوي هذا الحديث إلا أنس ولا نعلم رواه عن أبي عامر الجوني إلا الحارث بن عبيد وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم عن محمد بن الحسن بن أبي الحسن عن سعيد بن منصور فذكره بسنده مثله ثم قال وقال غيره في هذا الحديث في آخره ولط دوني أو قال دون الحجاب رفرف الذر والياقوت ثم قال هكذا رواه الحارث بن عبيد ورواه حماد بن سلامة عن أبي عامر الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه فجاءه جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها وكري الطير أي ثقبين أو مقعدين فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر فنشأت بنا حتى بلغت الأفق أي ارتفعت تلك الآلة التي تشبه الشجرة وفي رواية مما أخرجه البزار وسعيد بن المنصور من طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه قال بين أنا جالس إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي فقمنا إلى الصخرة مثل وكري الطير كأنها صخرة آلات تشبه صخرة أو شجرة فقعدت في إحداهما وقعد جبريل في الآخر فارتفعت حتى سدت الخافقين الحديث وفيه فتح لي باب من السماء ورأيت النور الأعظم قيل الظاهر أنها وقعت في المدينة هذه المشاهد تدل على أن هذه الشجرة أو الصخرة عبارة عن آلة ذات مقعدين فوكري الطير لا يكون مكشوفا بل يكون في بطن الشجرة أو الجبل أو الأرض.